تعد هولندا البلد الأول في العالم في زراعة وإنتاج وتجارة الزهور على اختلاف أنواعها، وقد تم إنشاء البنية التحتية الخاصة والمعقدة لتطوير واستمرارية هذه التجارة التي تدر أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، بحيث تم إنشاء أكبر بورصة للزهور تضم 4100 عامل وتقوم بتصدير 34 مليون زهرة يومياً إلى كل أنحاء العالم. على الرغم من أن هولندا تصدر إلى العالم عشرات الأنواع من الزهور، لكن هناك نوعين هما الأكثر شهرة وتصديراً. الأولى هي زهرة التوليب التي اقترن اسمها عالمياً بهولندا، وتعتبر أحد الرموز الوطنية، وانتشرت زراعتها على مساحات تمتد إلى آلاف الهكتارات. وهذه المزارع أصبحت هي الأخرى أحد أهم الواجهات السياحية، وخصوصاً في فصل الربيع. والزهرة الثانية من حيث الأهمية هي الأوركيد التي انتشرت زراعتها في البيوت الزجاجية والمزارع المغلقة. والغريب في الأمر أن هاتين الزهرتين تم جلبهما إلى هولندا في عصور متأخرة عبر طرق ووسائل متعددة. اسمي باتريسيا، أعمل كمرشدة سياحية في حدائق كوكنهوف. تعد هولندا من أكبر المنتجين والمصدرين لأزهار التوليب في العالم، ولا نبالغ إذا قلنا إن أغلب الناس تعتقد أن هولندا هي البلد الأصلي لهذه الزهرة، لكن الحقيقة هي أن الصدفة وحدها من جاء بهذه الزهرة إلى هولندا، حيث إن موطنها الأصلي هو الصين، وقد نقلها العثمانيون إلى تركيا، وكانت من أهم الزهور التي تزين حدائق السلاطين العثمانيين، ويعدونها من الثروات الوطنية، بحيث يمنع تداول وزراعة أبصالها إلا في الحدائق الخاصة بالقصور، كما إن ثمنها المرتفع جداً جعلها تتصدر قائمة الهدايا بين الطبقات الراقية. ومن الأعراف التي كانت متداولة آنذاك أن يقوم السلطان بمنح بعض الأبصال أو الزهور كهدايا لكبار الضيوف، وصادف أن حصل سفير النمسا في زمن السلطان أحمد على مجموعة من الأبصال كهدية، وقام السفير النمساوي بإعطاء هذه الأبصال إلى صديقه كارلوس كولوزير الذي أقف جنب تمثاله الآن، وهو الهولندي المتخصص بالزراعة، وكان يشغل مدير الحديقة العلمية لجامعة لايدن آنذاك. هذا الشخص هو من جلب زهرة التوليب إلى هولندا قبل أكثر من 400 عام، وقام بزراعتها في الحدائق الجامعية. وكانت الأزهار الأولى تحمل اللونين الأحمر والأصفر، ولكون زهرة التوليب كانت غالية الثمن بحيث يصل سعر الواحدة منها إلى ما يقرب 2500 يورو بعملتنا اليوم. هذا الثمن الباهظ شجع الفلاحين ومراكز البحوث على الاهتمام بزراعة وتطوير هذه الزهرة، حتى أصبح اسمها اليوم مقترناً بهولندا. لقد طور الهولنديون طرق زراعة وإنتاج زهرة التوليب، وساهمت مراكز البحوث المتطورة في ابتكار وسائل جديدة لاستخراج ألوان عديدة لم تكن موجودة بالأصل. وتعرض حدائق كوكنهوف سنوياً الملايين من أزهار التوليب المختلفة الألوان. فيما تنتشر مزارع التوليب في الهواء الطلق وعلى مساحات واسعة، تنمو في البيوت الزجاجية والمزارع المغلقة. زهرة الأوركيد
التي تم جلبها إلى هولندا من موطنها الأصلي في أواسط آسيا والفلبين في القرن السابع عشر، وهي الزهرة الاستوائية ذات المزايا العلاجية والشكل المميز، وكانت مرتبطة ببعض القصص والأساطير بكون عصيرها كان يسمى شراب الحب. وقد لعبت الأساطير والعوامل الاقتصادية دوراً كبيراً في انتشار مزارع الأوركيد، واستغل المزارعون هوس الناس بهذه الزهرة في القرن الثامن عشر وارتفاع ثمنها في إنشاء العديد من المزارع المغلقة، وخصوصاً في هولندا التي تعد اليوم أحد أهم المصدرين للأوركيد في العالم. مرحبا بكم في مزرعتنا الخاصة بأزهار الأوركيد. نقوم بإنتاج 6 ملايين زهرة سنويا، تصدر إلى أوروبا وروسيا وبعض الدول العربية، ونحن نلبي الطلب المتزايد على هذه الزهور لكون الأوركيد من الورود التي لا تتطلب عناية خاصة عند وضعها في البيوت، وتتأقلم مع الأجواء المختلفة، وكذلك تعيش وتزهر لفترات طويلة. هذه المميزات شجعت الناس على اقتناء هذه الزهور وبكثرة. في هذه المزرعة يجري العمل على مدار الساعة لتهيئة الزهور إلى المستهلك، إذ تتطلب عملية زراعة وتطوير هذه الزهور وحتى إعدادها للتسويق عناية خاصة، تبدأ من وضع الزهور بالسندين وبتغليفها، ومن ثم عملية النقل التي تتطلب دقة ومهارة لكونها من الزهور الرقيقة والقابلة للتلف بسرعة. في كل عام تقام العشرات من مهرجانات ومعارض الزهور في مختلف أنحاء هولندا، الغاية منها هو إفساح المجال أمام المزارعين والجمعيات لتقديم ما لديهم من جديد في عالم الزهور. هذه المهرجانات هي ذات صبغة ترفيهية وتسويقية في نفس الوقت.